أحيى الكنائس الأرثوذكسية في الأردن الحج المسيحي السنوي لموقع عماد السيد المسيح في المغطس، والذي رعاه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بمشاركة المطران فينيديكتوس وجمع كبير من المؤمنين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بمشاركة المطران فينيديكتوس وجمع من الآباء الكهنة خدمة تقديس الماء في موقع معمودية السيد المسيح المغطس لعام 2020. حضر الاحتفال عدد من الوزراء والأعيان والنواب والسفراء وجموع غفيرة من الحجاج تزيد على 8000 حاج. ارفعها إليه من أجلنا أيها السابق بما أنك وألقى المطران خريستوفوروس كلمة روحية ووطنية أمام الحجاج قال فيها: إن هذا الموقع المقدس الذي نفتخر بوجودنا فيه ونحن نحيي ذكرى معمودية السيد المسيح على يد النبي يوحنا المعمدان على ضفته الشرقية يحمل معان روحية تنبع من هذا المكان المبارك. وأضاف أن موقع المغطس هو جزء لا يتجزأ من الأراضي المقدسة ويعد محجا ومقصدا لكل المسيحيين حول العالم، مؤكدا أن الاهتمام والرعاية التي يحظى بها هذا المكان غاية من الفخر، مشيدا بجهود وتوصيات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد في اهتمامهم ومحبتهم لهذه البقعة المقدسة. نحن اليوم مش جايين رحلة ولا جايين على مكان زي أي مكان موجود في أي منطقة، سامحوني بين قوسين أسميها سياحية، لا، نحن جايين على المكان اللي موجود فيه الإله نفسه، جايين على مكان مقدس، جايين على أقدس بقعة موجودة في الكرة الأرضية، هي هون اللي فيها في هاي اللحظات رح نشوف وكلنا مع بعض مع بعد ما نصلي صلاة تقديس المياه رح ننزل كلنا مع يوحنا المعمدان ومع النبي إيليا والقديسة مريم المصرية والقديس جراسموس الأردني وكوكبة من القديسين والقديسات اللي رح ينزلوا معنا هاي الطريق بين الأشجار، حتى من خلال هاي الأشجار نشوف يسوع آتي لنهر الأردن ونحن نحكي كلنا باعتمادك يا رب في نهر الأردن. أبنائي، ربنا يأهلنا لهيك حدث عظيم ويجعلنا مستحقين ويعطينا نعمته وبركته حتى نعيشها في حياتنا. وفي ختام كلمته نقل المطران خريستوفوروس للحاضرين بركة وأدعية البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث الذي يعايد الجميع بهذا اليوم المبارك ويتمنى للجميع أيضا عاما مليئا بالمسرات والخيرات. كما شكر هيئة موقع المغطس ووزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة وكل من شارك وساهم في إنجاح هذا الاحتفال من مجموعات كشفية وشبيبات وجوقات عاكسين صورة مشرفة ومرموقة حول الموقع المقدس. ربنا يحمي وطننا الأردن، يحمي ملكنا، حكومتنا، جيشنا العربي، قوات الأمن وكل القائمين على حماية بلدنا الغالي الأردن. ربنا يحميهم
وهو حمايته السماوية هي تحمي بلدنا، اللي جلالة سيدنا وكل الجهات المختصة بتحاول إنها تحافظ على أمنه واستقراره. ولكن قبل كل ذلك يد الله اللي هي موجودة وبتحمي بلادنا المقدسة. أبنائي، ربنا يبارككم أنتوا كلكم، ربنا يعطي لكل واحد منكم ما يحتاجه لخلاص نفسه. وبهاي اللحظات كمان بقلب وصلي ما إلنا إلا نرفع صلاتنا لربنا كمان من أجل صاحب السمو الملكي الأمير غازي اللي كلنا من حبه ومنعرف قديش اهتمامه بهذا المكان المقدس لكل المسيحيين العالم. وباسم كل مسيحيي العالم نشكر جلالة ملكنا المعظم وسمو الأمير غازي. كمان أبنائي مهم نشكر كل الكوادر اللي موجودة بهذا المكان وبتحميه وبتحافظ عليه، من مدير هيئة موقع المختص لمدير الإقليم والمحافظة والمتصرف الشودة الشمالية وكل المناطق الموجودين، وزيرة السياحة، وكيل عام وزارة السياحة الموجودين معنا، سفر الدول الموجودة معنا، كمان كلهم منشكرهم لكل جهدهم اللي ببذلوه من أجل هذا المكان المقدس. ربنا يباركهم، نعمة ربنا تكون معهم. مالك يا رب في نهر الأردن ظهرت السجدة لثالوث، لأن صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياني ياك ابنا محبوبا، والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة. فيا من ظهرت ونرت العالم، أيها المسيح الإله مجدولا. وبعدها اتجه موكب الأساقفة والكهنة إلى مياه نهر الأردن، حيث أقام المطران خريستوفوروس خدمة تقديس الماء وتقديس الصليب، مباركا الحاضرين بماء النهر المقدس. في السجدة لثالوث الأب تقدم لك بالشهادة سمياني ياك ابنا محبوبا، والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة. بصلوات بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا.